بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد دي الوحدة الـ 12 من كتاب A1 تريجر بفضل الله رب العالمين خلصنا 12 وحدة من كتاب A1 تريجر وخلصنا قبل كده أسئلة من المذكرات وخلصنا أربع وحدات من كتاب العمالقة كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل اجتهادكم ومذاكرتكم والتحفيز اللي أنا باخده لما بلاقيكم شغالين الحمد لله رب العالمين والناس بتذاكر أول بأول والدنيا مش زي الفل عايز أفتح لحاجة هنعمل إن شاء الله استفتاء على جروب التليجرام الخاص بالمنصة هل يا ترى نكمل زي ما احنا ماشيين بالسرعه دي ولا نهدى شويه ونعمل مذكرات على الوحدات اللي فاتت كلها؟ يعني نبدا نحل اسئله من الوحدات اللي فاتت كلها اكتبها لكم بايدي وانزلها ونحلها مع بعض. يبقى الاستفتاء ده انا هنزله على جروب التليجرام عشان عايز اخد رايكم. لان انا خايف ان يكون في ناس كتير واقعه مننا ولسه ما وصلتش معانا فدي تبقى مشكله. فالاستفتاء ده هيكون فيه عناصر معينه كده اقراها بتأني الاول وبعدين اختار وفقا لاختياراتكم هنبدا نكمل زي ما احنا شغالين ان شاء الله. الجدول يا شباب بينزل على جروب التليجرام كل اسبوع وعايزك تلتزم بيه يا ريت ما تنامش غير لما تخلص الجزئيه المطلوبة منك علشان الموضوع يعني خلاص ما عادش غير شهرين وشكرا تعال نبدا اول جمله بسم الله هي از changing جوب اوت اوف نوت نوت بيكوز هي بارتيكولارلي وونتس ات هو بيغير الوظيفه بسبب ايه مش لانه هو عايز الوظيفه دي تعال نشوف كلمه نيسيسيتس دي معناها يفض نيسيسيري يعني ضروري او مهم نيسيسيري بشكل مهم لظرف نيسيسيتي اللي هي الضروره أنت بتقول هو بيغير الوظيفة بسبب الضرورة اللي هي necessity مش لأن هو عايز شغلانة تانية. رقم اتنين the most expensive goods are not the best. البضائع اللي بتكون أغلى حاجة دي مش ضروري أنها تكون الأفضل are not ليست بالضرورة أن تكون الأفضل. أنت عارف أن the best دي صفة والصفة دايماً بنجيب قبلها ظرف عشان كده هنستخدم هنا necessarily ليست بالضرورة هي الأفضل. The doctor has told him to contact him at home if الدكتور طلب من المريض ان هو يكلمه حتى لو الدكتور في البيت if it is necessary او if necessary اللي هي رقم بي ركز if it is necessary لو ان الامر ضروريا ممكن نقول if necessary على طول وعلى فكره ممكن if وممكن when طيب زي ما اقول لك برضو if it is needed او if needed بتساوي when it is needed او when needed increasing traffic اللي هو الزحام المروري المتنامي widening the roads الزحام المروري ده بيفرض توسيع الطريق يفرض اللي هي او يلزم بي اللي هي نسيسيتس اللي رقم ايه رقم خمسة before 73 war قبل حرب 73 it was said that Israel couldn't be in a battle battle دي اللي هي المعركة تعال نترجم الاول تعال نترجم كلمة defeat الاولانية دي معناها يهزم ومعناها هزيمة I am afraid of defeat انا خايف من الهزيمة وكلمة defeat يعني يهزم لو قلت لك you can't defeat me لا يمكنك ان تهزمني defeating دي الفعل مضاف ان ing من defeat defeated معناها منهزم ومعناها هزمه ديفيتست ده الشخص الانهزامي مين الانهزامي ده اللي طول النهار يقول لك انا هسقط انا مش هنفع انا مش هن... ده اسمه شخص انهزامي ابعد عنه قبل حرب 73 كان يقال بان اسرائيل لا يمكن ان تهزم يبقى انت كده عايز ديفيت كانت بي ديفيتد عشان ده مبني مجهول يبقى كانت بي والباست بارتيسيبل يبقى كانت بي ديفيتد كان ممكن نقول ذات نو وان كان ديفيت اسرائيل سته هي از ا بيسيمستيك اند ايه So I hate working with him. الراجل ده بكره اشتغل معاه اصل هو بيسيمستيك يعني متشائم وايه؟ وانهزامي يبقى ديفيتست. انهزامي يعني طول النهار مقضيها دروشه، عايز خايف من كل حاجه، خايف يكتب القلم يتكسر وخايف يكسر القلم فما أعرفش يجيب غيره، شايل هم الدنيا. رقم سبعه New teams in the Egyptian football league try to avoid ايه؟ in their matches. ركز معايا بيقول لك فرق جديده في البطوله الامم في بطوله كاس مصر دي او الدوري المصري بتحاول انها تتجنب الهزيمه الهزيمه اللي هي اسمها ديفيت وعايزك تاخد بالك كان ممكن نقول تو avoid تو افويد تراي تو افويد بينج ديفيتد يعني ان تهزم زير جول از تو ذا انمي باي وات ايفر مينز بوسيبل هدفهم هو انهم يهزموا العدو يهزم يبقى ديفيت اللي هي رقم اي طيب رقم تسعة The army slow the army not ااا زي نقط يعني army slowly made its way back home. الجيش الإيه رجع تاني وانسحب اكيد الجيش المنهزم يبقى ذا ديفيتد ارمي ديفيتد معناها منهزم دي صفه وديفيتد معناها هزم الفعل الماضي منها ما انت عارف ان التصريف الثالث دايما بيديني صفه dont interfere in what doesn't you not you لا تدخل... ما تدخلش فيما لا يخصك لا يخصك يبقى what doesn't concern you طب ما تيجي نشوف كده الكلمات دي كلمه concern الاولانيه دي معناها مهتم ومعناها قلقه concern يق... معناها يق معناها يعني يهم شخصا ما او يقلق concerns دي الفعل مضاف الاس ومعناها الشواغل الامور اللي بتشغلك concerning معناها فيما يتعلق بي ومعناها امرا مقلقا لما تشاور لما تتكلم مع واحد في موضوع معايا وتقول له it is concerning انه امرا مقلقا abusing drugs اللي هو تعاطي المخدرات is extremely نقط تعاطي المخدرات ده أمرا مقلقا جدا extremely دي ظرف والظرف دايما بياخد بعده صفه يبقى extremely concerning امرا مقلقا جدا لكن أنا ممكن أقول لك I am extremely concerned يعني أنا قلق جدا أو مهتم جدا. Her parents are growing increasingly إيه؟ by her bad behavior. ترجم الجملة بفنية كده أنت بتقول لي إن والديها بي بيزدادوا في القلق. فأنت بقى عايز تقول إن هم بيصبحوا قلقين يعني والديها قلقين يبقى increasingly concerned by her bad behavior يعني قلقين بسبب سلوكها السيء. طيب بعد كده رقم 13 He asked several questions. the future of the company هو سال مجموعه من الاسئله فيما يتعلق ب مستقبل الشركه فيما يتعلق ب لو انت فاكر قلنا concerning لازم تكتب الاربع كلمات دول الاول وتكون حافظهم قبل ما تحل 14 i can't eat with all that noise going on تيجي نترجم تعال نترجم concentrated معناها م معناها متمركز او مركز آه لما يكون مثلا الطيور عندك 15 طائر وكلهم قاعدين في حته واحده فتقول ان the birds are concentrated in the same area قاعدين في حته واحده ولما انت في الكيمياء بتقول ثاني اكسيد الكربون CO2 مش عارف ايه كده concentrated يعني ثاني اكسيد الكربون مركز concern زي ما قلنا قبل كده معناها يقلق او يهم ومعناها شاغل او هم يعني concentrate يعني يركز concentration ده التركيز نفسه انت بقى بتقول لي اي كانت انا لا استطيع ان اركز يبقى اي كانت concentrate طيب بعدها بقى في 15 بيقول لك ذا ليكويد از فاوند ان ا هايلي فورم السائل موجود بشكل مركز مركز دي اللي هي concentrated <applause> Tiredness Affects Our Power الإرهاق بيؤثر على قوتنا على الإيه؟ قدرتنا على التركيز يبقى Concentration لو تترجم الجمل بهدوء كده هتلاقي الدنيا ماشية معاك زي الفل The population is إيه؟ Along the river banks التعداد السكاني بيكون متركز يعني مركز حوالين ضفاف النيل يبقى نقول Concentrated طيب رقم 18 They are trying to solve the a of the parties of the boys sudden death هما بيحاولوا ان هما يحلوا لغز وفاه الطفل او وفاه الولد المفاجئه تعال نشوف كده انت ترجم الاول الكلمات الاربعه معايا كلمه مايستريز اللي هي الالغاز جاي من كلمه مايستري اللي هي اخر واحده دي اللي معناها لغز مايسترس آه معناها غامض مايسترسلي معناها بشكل غامض ودي ظرف طيب انت بتقول هم بيحاولوا يحلوا لغز اختفاء الطفل او لغز وفاه الطفل وبالتالي هنقول ذا مايستري اوف ذا مايستري اوف معناها لغز وفاه الطفل في 19 بيقول لك آه نقط وبعدين كما اذا انت يا مستر معودنا لما تلاقي نقط تساوي الجمله بعدها كما فتختار على طول الظرف اللي هو ماي مما يثير الغموض ان اللاعب فجاه قرر ان هو يسيب الفريق يلعب فريق ثاني طيب آه بعد كده رقم عشرين My role is to act as a mediator Mediator دي معناها وسيط between employees and أنا دوري اشتغل وسيط بين employees اللي هم الموظفين وأكيد الإدارة يبقى employees and management Management اللي هي الإدارة طب كلمة manage معناها يدير ومعناها يتدبر بمعنى لما أقول لك بص احنا محتاجين 50 جنيه كان يو manage it ممكن تدبرها لنا توفرها لنا يعني Manageable دي معناها قابل للتحكم فيه حتى لما تلاقي واحد كده شعره سايح كده ورايح يمين وشمال براحته فتقول عليه مانجبل هير يعني شعره كده لذيذ وسايح كده يعني يمكن تسريحه بسهوله طبعا مانج ده الماضي منها وفيه حاجه كده فيما يتعلق بمانجمنت لما تقول مانجمنت فورسز فورستس مانجمنت فورست دي معناها الغابات اللي بيتم قطعها وفقا لنظام معين يعني الحكومه تقول لك ان ال 15 شجر دول تم نموهم بشكل كويس فاحنا نقطعهم بقى احنا بنقول على الغابات دي مانجمنت فورسز فورستس اللي هي اداره الغابه رقم 21 اونلي وود فروم اي فورستس لسه بنحكي في موضوع فورستس اهي الجمله دي لك ان فقط الخشب اللي يجي من الغابات المداره وفقا للحكومه يبقى تقول مانجد فورستس ركز معايا في الحته دي عشان معناها بالعربي كده غريب شويه لما نقول مانجد فورستس معناها الغابات اللي بيتم قطعها وفقا لقوانين معينه مش اي شجره تروح داخل عليها تقطعها لا انت كده ماشي وفقا لنظام واداره معينه 22- يوز hair استخدم المبرد ده regularly to make your hair soft and استخدم الجهاز السشوار ده عشان تخلي شعرك soft ناعم ويمكن التحكم فيه يمكن تسريحه يبقى manageable manageable يعني يمكن ادارته والتحكم فيه can you not another piece of cake ممكن تدبر لنا توفر لنا قطعه كمان من الكيكه يبقى manage طيب 24 the money is a locked in a drawer الفلوس محفوظه بشكل امن في درور اللي هو الدرج طيب تعال نترجم الكلمات كلمه سيفلي معناها بشكل امن او بامان كلمه سيف يعني امن سيف يعني ينقذ او يوفر سيفتي اللي هو الامان ذات نفسه فانت بتقولي بقى ان الفلوس لوكد دي يا مستر صفه والصفه عايز قبلها ظرف فانت مغمض عينك يعني تختار سيفلي بس عايزك تفهم ليه انت بتقولي الفلوس محفوظه بشكل امن في درج يور secret از نوت with مي ما تقلعش يا عم سرك ده امن معايا امن يعني سيف <applause> ده معناها ان اي ويل سيف ات 26 شي She تو ا ليتل جيرل فروم فولينج ان تو ذا واتر هي تمكنت فيه انها تعمل ايه لطفله من الغرق في المياه انها تنقذ ينقذ يبقى سيف طيب رقم 27 هيز His اندينجرد endangered ذا اوف ذا بابليك ركز بيقول لك ان سلوكه عرض الايه بتاع الشعب كله عرض يعني عرض للخطر يعني عرض الشعب أمان الشعب للخطر. أمان الشعب يبقى ذا safety of the public. safety of the public معناها الأمن العام من الآخر يعني كلمة safety of the public دي مقصود بها الأمن العام. يبقى وعايزك تاخد بالك إن كلمة endanger دي معناها يعرض للخطر. دي بتساوي كلمة put someone in اللي هي أي إن وبعدين danger. ركز endanger دي بادئة بالاي إن لكن in وبعدين danger اللي هي أي إن وبعدين كلمة danger. The court will make its a on the case next week. ركز معايا في الحته دي عشان هي معناها برضو بالعربي كده صعب شويه انت بتقول ان الحكومه ستجعل او ستصدر او ستتخذ قرارا بشان القضيه الاسبوع المقبل الايديوم ده احفظه ميك اتس رولينج ميك اتس رولينج دي معناها تتخذ قرارا بشان اصلا الايديوم اسمه ميك ا رولينج ميك ا رولينج يعني يتخذ قرارا بشان أو يفتي فيه. These products are banned under the international A. هذه المنتجات ممنوع استخدامها وفقا للقوانين الدولية، يبقى international rules اللي هو القوانين الدولية. طيب ليه ما نقولش رول؟ إنها قوانين، القوانين الدولية مش قانون واحد. The film is set in an imagined future. In which machines not the world. بقول لك الفيلم ده معمول على الخيال المستقبلي في ان الماكينات والالات سوف تتحكم فيه، سوف تدير العالم، يتحكم فيه او يدير اللي اسمها رول. I usually use a paper which had lines printed across it. انا دايما بستخدم الورق الاي اللي هو بيكون فيه سطور، الورق المسطر ده يا شباب اسمه رولد بيبر. ما هو انت عارف ان كلمه مسطره يعني رولر ولما نعمل الورق ده رولينج يعني نسطره فرول ديبر الورق المسطر وبيسموه ساعات الورق المبطن ذا بوك كليرلي بريدجز ذا بتوين ثيوري اند براكتس الكتاب ده بشكل واضح بيمهد الفجوه بين النظريه والتطبيق طب ما تيجي نترجم الاربع كلمات دول الاول كلمه الجريب دي معناها المقبض او اليد اللي بنفتح بها الباب مثلا جاب اللي هي الفجوه جريب اللي هو العنب وجمعها جريبس طبعا جراب دي معناها ينتزع يخطف لما نقول the سيف grabbed my bag and ran away يبقى اللص خطف الشنطه وجري بسرعه. طيب في الجمله بقى بتقول لي ان الكتاب ده بيمهد او بيبسط الفجوه بين يمهد الفجوه دي اسمها بريدج ذا جاب. طيب رقم 33 وي ويل ايه ذا ميتال بورز ميتال بورز للقضبان المعدنيه اسلاك الحديد يعني. تو ذا فاكتوري ان ذات ترانك في هذه الشاحنه. طب ما تيجي نترجم الاول ترانسفورم الاولانيه ترانسفورم بيغير من شكل او مظهر او خصائص شيء بسبب بهدف التحسين. طيب ترانسليت يترجم ترانسبورت يعني ينقل شيء من مكان لمكان سواء هم بشر او بضائع او اي حاجه طب ترانسميت دي ينقل الاشعه الرسائل الالكترونيه والاشارات بالراديو والتلفزيون الكترونيا يعني طيب يبقى انا عايز تركز ان ترانسبورت ينقل بني ادمين او بضائع او اشياء من مكان لمكان لكن ترانسميت يعني ينقل الكترونيا انت بتقول لي في الجمله احنا سوف ننقل القضبان المعدنيه نتشيلها يعني وتنقلها من مكان لمكان يبقى ترانسبورت طيب رقم 34 وي when i was younger ايام ما كنت صغير لسه i always wanted to be better than my brothers and sisters كنت دايما بحب ان انا اكون اخت اكتر او افضل من اخواتي الاولاد والبنات كان في عداوه بينا يعني now i have grown up ده خلاص انا كبرت دلوقتي we have become the best of friends افهم كده the best of friends دي بتساوي كلمه close friends يعني احنا اصبحنا اصدقاء قريبين بين بعضنا، معنى الجمله تاني كده زمان كنت بتصارع مع اخواتي مين يبقى الافضل؟ كنا بنكره بعض شويه، لكن دلوقتي اصبحنا احنا ذا بيست اوف فريندز يعني افضل الاصدقاء، وانتبه انها ذا بيست اوف فريندز ولا تبقى جمع واحفظ الايديوم ده. ذا لاف اوف فريندز حب الاصدقاء is much more important than money or job ايه؟ حب الاصدقاء ده افضل واهم من الجوب تايتل. كلمة جوب تايتل دي اللي هو المسمى الوظيفي، يعني إنك أنت يكون لك أصدقاء بيحبوك أفضل من الناس يقول لك يا دكتور ويا باش مهندس ويا مستر وكده يعني. A cousin of A has been missing for more than a year. واحد من ولاد عمي كان مختفي بقاله أكتر من سنة. ركز معايا دايما بعد of دي بنجيب آه صفة ملك بنجيب ضمير ملكية، ضمير ملكية اللي هو ماين وهم وهيرز وهكذا، فناخد ماين. طب أنت شايف أمل ماشية مع واحد في الشارع فأنت بتقول مين دي يا عم الحاج؟ فأنت ب... فهي بتقول لك هي إز أ كازن أوف ماين، وإحنا بقى نقول هي إز أ كازن أوف هيرز، أوعى تقول هير. طيب أنا عايزك كده تعرف إن بعد أوف بنجيب ضمير ملكية وليس صفة ملكية، الفرق بين الاتنين؟ صفة الملكية ماي، لكن ضمير الملكية ضمير الملكية ماين. بعد اوف بناخد ضمير ملكية وليس صفة ملكية طيب what do you think the نوت of this story is انت في رأيك هو ايه القيمة الاخلاقية من القصة دي انت عارف ان القيمة الاخلاقية دي اسمها مورال اللي هي رقم سي طب ايه الكلمات دي كلمة موراليتي دي موراليتي الاولى معناها الفضيلة مور مورال دي معناها المعنوية والروح المعنوية يعني طب امورتاليتي اللي هي الخلود او البقاء They have a love of A that makes them really wicked هم عندهم حب للإيه عشان كده هم ناس مريضة نفسيا Love of power Love of power حب السلطة والتملك وكده يعني The government has promised to not drug smuggling Smuggling دي لها تهريب ولما نقول drug smuggling يعني تهريب المخدرات الحكومة وعدت إنها تعمل إيه في تهريب المخدرات إنها deny تنكر accept تقبل ولا fight تحارب أو تقاتل أو تواجه يبقى fight طيب طبعا انت عارف كلمة توليريت الأخير معناها يتسامح فيه أو أو يسامح يعني. The strange behavior was enough to my suspicions. السلوك الغريب اللي هو عمله لما دخل علينا كان كفيل إن هو يؤكد شكوكي، يؤكد اللي confirm. Confirm my suspicions معناها suspicions معناها يؤكد شكوكي. خد بالك الكلمة الأولانية دي معناها confide دي معناها يستأمن. We dug a and planted the tree. إحنا حفرنا إيه وبعدين زرعنا الشجرة. طيب تعالى نشوف كيف كهف opening آه فتحة جاب فجوة ولا هول فتحه في الارض كلمه هول دي معناها ثقب او فتحه في الارض وي ار ميكنج اور اتيك اتيك دي يا شباب اللي هي الاوضه اللي فوق السطح اللي ملهاش لازمه لما يكون في اوضه فوق السطح فوق سطوح كده بنتخزن فيها الحاجات اسمها اتيك احنا بقى هنحولها الى غرفه نوم زياده يبقى تيرن او ميك او كونفرت انتو يبقى انت كده قلت لي وي ار جوينج او وي ار ميكنج اور اتيك انتو ان اكسترا روم هنحولها لغرفه نوم زياده طيب في 43 بيقول لك in Egypt في مصر the rich usually get richer، الغني بيفضل غني وبيزداد غنى. while the people at the A stay there، بس الناس اللي, اللي في القاع بيفضلوا زي ما هم. طب ما تيجي نشوف توب اللي هي القمة، بوتوم اللي هو القاع وده المطلوب، وهايت الارتفاع، وبيك اللي هو اللي معناها المنقار، ولما نقول at the peak of يعني في قمة وفي ذروة. طيب لو أنت فاكر كان في مصطلح قابلناه قبل كده، I dislike to visit Cairo at the height of summer، ما بحبش أزور القاهرة. في ذروة الصيف. The school only allows not the equipment under supervision. Supervision ده اللي هو المراقبة. منع supervisor اللي هو المراقب أو المشرف يعني مراقبة أو إشراف. وأنت عارف إن allow بيجي بعدها مفعول تو المصدر لما فيش مفعول يبقى أي إن جي. طب ما تيجي نشوف. المدرسة تسمح باستخدام المعدات ما قالكش مين اللي هيستخدمها يبقى يوزنج. طب اللي بعدها students are allowed to use طب ليه؟ مين اللي هيستخدم؟ الطلاب يبقى انت معاك كده الطلاب هيستخدموا يبقى ده مبني يبقى ده تول ماستر تاني كده 44 انت قلت لي المدرسه تسمح باستخدام يبقى يوزنج لانك ما قلتليش مين هيستخدم طب لو قلت لي مين اللي هيسمح له يبقى ده تول ماستر زي ما في 45 هي بريفيرز ريدنج لتريتشر از ويل از هو بيحب يقرا الروايات بالاضافه الى النون فيكشن الكلام اللي هو غير خيالي طيب الروايات طبيعي انها فيكشن فهو بقى بيحب يقرا الفيكشن والنون فيكشن I know I should stop smoking أنا عارف إن التدخين ده حاجة غلط يا عم والمفروض أبطلها Don't give me نقط ما تدينيش أليكتشر بلاش تديني محاضرات في الموضوع ده ولو أنت فاكر كان في جملة قبل كده جت على موضوع أليكتشر تقول كان بيقول لك When I came home late yesterday لما أنا جيت إمبارح بالليل متأخر My father gave me lecture أو إيه إداني محاضرة كده زي نظام ما بنسميه في المصري كده موشح في 48 بيقول لك I usually hope that my explanation of any confusion كلمة confusion دي معناها الارتباك أو اللبس اتمنى ان الشرح اللي انا عملته اللي انا قدمته يزيل اي ارتباك او لبس كلمه يزيل اسمها كلير اب كلمه كلير اب دي معناها يزيل ومعناها برضو يبرئ يبرئ متهم بقضيه معينه طيب رقم 49 بيقول لك ذير وير اول كاينز اوف سوتس رانينج ثرو ماي في افكار كتير جدا موجوده وبتجري في ذهني في ذهني هنا يا بتقول ماي مايند هو ايه الفرق بين مايند وبين برين مايند ده اللي هو الذهن المقصود بالافكار لكن البرين ده اللي هو المخ اللي احنا الجمجمه بتاعتك اللي جواها ده اسمه برين اللي انت ممكن تمسكه بايدك طيب رقم 50 اتس believed that ذات ذا هيومن ايه از كومبلكس اورجان اورجان يعني عضو من اعضاء جسم الانسان يعني ممكن تشوفه بعينك فده اللي هو برين The world looks different due to the increasing use of in all aspects of life. All aspects of life معناها كل ما ظهر الحياة بقول ان العالم يبدو مختلفا بسبب زيادة استخدام الانفورميشن تكنولوجي اللي هي تكنولوجيا المعلومات في كل ما ظهر الحياة The newspapers published a two page brief A of the government report government report هو التقرير الحكومي بقول لك ان الجريدة نشرت ملخص عبارة عن صفحتين summary اللي هي يعني معناها ملخص باخد بالك ان بقى فريز دي معناها آه، يعيد صياغته معناها يشرح او يوضح 53 I usually the oil and water of my car before setting off انا قبل ما اركب العربيه بتاعتي ببص بص على الزيت والميه عشان كده اسمها تشيك طب ليه مش اكزامن اكزامن يعني يفحص بدقه يعني معنى كده ان في عطل وانت بتدور على العطل 54 بيقول لك the government is worried that our countryside is at an alarming rate alarming rate يعني بمعدل مزعج بيقول لك ان الحكومه قلقه لان الريف بتاعنا is disappearing بيختفي الناس كلها اليومين دول بتهجر الريف وتروح المدن 55 they are consulting a lawyer هم بيستشيروا قاضي محامي i don't like the sound of that الإديم ده اسمه i don't like the sound of that ده معناها لا احب هذه الفكره او انكر هذه الفكره لما تقول مثلا my father wants to buy a fiat car بابا عايز يشتري عربيه فيات i don't like the sound of that يعني انا مش حابب الفكره دي i want to know what i usually stands دايما ستاند for معناها يشير إلى لكن ممكن يقول لك stand with me يعني اقف معايا طيب لكن stand for يشير إلى وممكن كمان برضو كان ممكن تقول I want to know what I T usually represents T طيب تمثل يعني أ, the weather a has showed that لاحظ انت كلمة has دي يعني معنى انك هتختار اسم مفرد فانت لما جيت تحل قدامك لقيت كلمة report فدي غلط لأن reports معناها تقارير جمع فكانت المفروض تبقى هاف هي لو ريبورت واحد كنا كنا خطرناها طيب المهم ذا ويذر ايه بقى؟ ذا ويذر ماب اللي هي خريطه الطقس لما تكون بتسمع النشره كده وتلاقي المذيعه واقفه قدامها خريطه عملت تشاور لك عليها وفاهمه نفسها فاهمه وانت فاهم نفسك فاهم برضو والدنيا بايظه فالمهم اسمها ذا ويذر ماب خريطه الطقس. طيب ايه كلمه دياجرام؟ كلمه دياجرام دي معناها رسم بياني اللي هو مثلا مصر فيها 17000 و18000 معرفش في السودان وكده يعني دياجرام. طيب رقم 58 The weather is very cold so we need to wear clothes الطقس بارد جدا فاحنا محتاجين نلبس ملابس ثقيلة اللي اسمها warm clothes warm أصلا معناها دافئ كأنك بتقول ملابس تجعلنا دافئين 59 We talk a gas stove The stove دي اللي معناها الكوك الكوكر اللي هو البوتاجاز يعني for cooking on when وي كامبينج احنا خدنا معانا بوتاجاز عشان نطبخ لما ذهبنا لعمل معسكرات اسمها جو كامبينج جو كامبينج يعني يذهب لاجل المعسكرات 60 when I got to the airport لما وصلت المطار I found I had left my passport A إيه؟ اكتشفت ان انا سبت الباسبورت خلفي في المنزل يبقى behind leave behind يعني يخلف او يترك خلفه خد بالك احفظ الايديم ده leave behind وممكن بقول برضه نفس القصه تقول لي the war left behind 1000 people يعني بقول لك ان الحرب خلفت خلفها 100 واحد او 1000 واحد 700 واحد ايا كان العدد من الموتى we must come if we want to win the battle لو احنا عايزين نفوز بالمعركه دي بالباتل اللي هي المعركه دي فاحنا we should come together come together معناها يتعاون نوصل لبعضينا كده يعني طيب 62 the new government has decided to all political prisoners prisoners اللي هم السجناء الحكومه قررت انها تحرر السجناء وكلمه يحرر دي يا مستر اما set free يا اما free يا اما ريليز وانت واخد بالك ان كلمه set ما هيش معاها free فما تنفعش ناخدها he needs to make a out between working in Egypt and traveling abroad هو عايز يعمل ايه ما بين انه يشتغل في مصر او انه يسافر برا مصر هو عايز يعمل اختيار make a choice يعني يقرر او يختار he around the mall for half an hour هو فضل يتجول حول المول لمدة نصف ساعة كلمة يتجول دي اللي اسمها wonder وما ايه wonder الاونية دي wonder معناها يتساءل طيب آه بعد كده spun اللي هي الماضي من سبين سبين يعني يلف حوالين نفسه هتسالني <applause> وتقولي طب ليه مش ووك يا مستر خد بالك كلمه ووك يعني يمشي للامام لكن من الجمله دي هو الراجل بيقول لك ان هو يلف حوالين المول يلف كده فدي اسمها واندر يتجول او يمشي بلا هدف يهيم يعني Could you know the first point please I don't understand <applause> it completely لو سمحت ممكن توضح لي النقطه الاولانيه لاني مش فاهمها كلمه كلير اللي رقم بي معناها واضح الفعل منها كليريفاي اللي هي الأولى معناها يوضح. 66 بيقول لك Who is going to A up after the party؟ هو مين إن شاء الله هينظف بعد الحفلة الجميلة اللطيفة ديت؟ كلمة ينظف دي clear up و clean up يعني الجملة دي ليها اختيارين ينفعوا بالرغم إنه ما قالكش اختار اتنين بس هما الاثنين صح. Clean up يعني ينظف و clear up معناها ينظف to make some place or something cleaner. طيب رقم 67 Why don't you round and see us for a while؟ هو انت ليه ماذا لا تاتي لتزورنا؟ ياتي اسمها كم وكم راوند، يعني انت كان ممكن تقولها كم من غير راوند المكتوبه دي وتبقى صح برضه. 68 I read a lot about the USA but I have never not to. انا قرات كثيرا عن الولايات المتحده الامريكيه لكنني لم اذهب اليها. يذهب لمكان فتقول لي have been to. وانت ممكن تقول لي مثلا عمري ما رحت القاهره فتقول I have never been to Cairo. طيب ليه ما نقولش جان؟ اصل انت لو قلت لي I have never gone معناها انك معناها انك رحت ومرجعتش. وما رجعتش. امال انت واقف ازاي بتحكي معايا دلوقتي؟ she decided to climb the mountain a طب ما تيجي نترجم الاول ألون معناها بمفرده لوحده محدش معاه وان يعني واحد لون Lone... دي بتساوي كلمه سنجل لونلي معناها بيمف... بي يعني بيشعر بالوحده طبعا ده شعور فعشان كده حتى بيقول في لونلي وجيت لونلي هي قررت انها تتسلق الجبل لوحدها بمفردها اللي هي الون اللي هي رقم ايه she gets إيه now that all the kids have left home كل الاطفال مشي وسابوا البيت فهي دلوقتي تشعر بالوحده اللي هي اسمها جيتس لونلي او فيلز لونلي At present, these televisions are available uh, in Japan اليومين دول التلفزيونات دي متاحة فقط في اليابان فقط دي اللي هي اسمها only He was ready the job عايزك تفهم ان ready to المصدر و ready for والاسم Ready to eat or ready for the meal فهنا قدامك the job اسم فهنقول ready for طب سبعة وسبعين He was ready not do the job والله do دي مصدر فاللي في المصدر فتقول مصدر COVID-19 is said to be a disease Doctors can't understand or explain it. يقال بإن COVID-19 ده مرض إيه؟ الدكاترة مش عارفين يوصلوا للحل، يبقى مرض مايسترس، معناها مرض غامض أو فيه لغز يعني. طيب، طب ليه ما نقولش سيكريت؟ سيكريت معناها سر، ما تقولش لحد عليه يعني. لكن ده شيء غامض بيحصل قدامنا بس إحنا مش فاهمين ليه. Although she is 60 her skin is still without a برغم إن هي عندها 60 سنة، إن جلدها ما زال إلى اللحظة دي without a wrinkle، دون تجاعيد. وكلمه رينكل دي ممكن نستخدم مثلا الكلمه دي لما نوصف بها التيشيرت يعني هو مكسر ومحتاج يتكوي وكلمه يكوي يعني ايرن او بريس امال ايه رينكل رينكل دي معناها يغضب يغضب او يثير غضب يعني طيب وانت عارف ان كلمه وينك اللي هي الغمزه لما حد يعمل لك بعينه كده فتقول هو وينك تو مي 76 وي هاف تو بي ايه سو از نوت تو ويك ذا بيبي احنا المفروض نكون ايه عشان ما نصحيش الطفل تعال نشوف الاربع كلمات الاول دول معناهم ايه الاولانيه الاولانيه دي كوايت معناها الى حد ما التانية كويت معناها ينهي أو يترك ومعناها يقفل طب كويت لي معناها بهدوء والأخيرة خالص كويت يعني هادئ أنت بتقول إحنا المفروض نكون هاديين عشان ما نصحيش الأطفال فكلمة هادئ هي يعني كويت اللي هي رقم دي الجملة الثانية the food in the كانتين is a good الطعام اللي في الكانتين ده جيد إلى حد ما إلى حد ما اللي هي الأولى كويت الأولانية دي بيجي بعدها دايماً صفة فأقول لك كويت نايس كويت باد كويت جود مش لازم مش شرط إنها تكون صفة إيجابية أو سلبية she is going to not her job هي سوف تتوقف عن تترك وظيفتها يبقى quit her job I have read a book إيه توفيق الحكيم ركز معي لو أنت قلت لي a book by توفيق الحكيم فمعناها الكتاب ده كتبه أو ألفه توفيق الحكيم طب لو أنت قلت لي a book a... اباوت يبقى كتاب عن توفيق الحكيم يعني كتاب بيحكي عنه طيب انت في الجمله هنا بتقول لي انا قرات كتابا ايه توفيق الحكيم هي روت هو اللي كتب يبقى ده كتاب بواسطه توفيق الحكيم فنقول باي طب 80 اي هاف ريد ا ايه توفيق الحكيم ات بريزز هيز ستايل الكتاب ده بيمجد بيشكر في اسلوب توفيق الحكيم يبقى الكتاب ده كان عن توفيق فناخد اباوت يو نيد ورم كلوز انت محتاج ملابس ثقيله to not you against the cold عشان تحميك من البرد يحمي من اسمها protect against أو protect from خد بالك لو انت عايز تاخد prevent فكان المفروض تبقى الجملة you need warm clothes to prevent cold لتمنع البرد Parents must create a stable home. الأباء لازم يعملوا لنا كده منزل مستقيم أو ساق يعني في حالة من الاستقرار. Environment بيئة منزلية مستقرة for children to grow up للأطفال عشان ينمو أو يكبروا فيها يبقى grow up. People should be careful about their A and not leave them lying around. الناس لازم يهتموا بالأية بتاعتهم وما يسيبوهاش مرمية على الأرض، أكيد بالبوزيشنز اللي هي الممتلكات بتاعتهم. خد كلمة commissions دي معناها لجان أو مفوضيات يعني، mission معناها بعثة أو إرسالية وديسيجن قرار. طيب رقم 84 <applause> This country is a not of the United States Uh, united nations organization لمنظمه الامم المتحده الدوله دي عضو في منظمه الامم المتحده خد بالك كلمه member دي معناها عضو في منظمه عضو في فريق عضو في الاسره لكن رقم سي organ معناها عضو في جسم الانسان زي ما كنا بنقول brain is an organ كده the moral of the film القيمه الاخلاقيه اللي في الفيلم that crime doesn't ان الجريمه لا تفيد ولا ايدى عايزك تحفظه اسمه crime doesn't doesn't باى الجريمه لا تفيد after a year without defeat بعد سنة دون defeat خد بالك كده ديفيت معناها هزيمة اسم the team now is not in the country الفريق ده هو دلوقتي الأفضل في الدولة كلها يبقى the best وانتبه ان في اتنين ذا بيست ذا بيست اللي قدامك اللي هي بي فور بوك وفي بيز بست بيست اللي هي بي فور بن اللي هي البيل فوق دي معناها مزعج ذات تيم نوت lose THEY ARE ار فريق لا يهزم لاي سبب من السنة. من الاسباب هو لا يهزم ده معناها ان الفريق ده قلما يخسر قلما يبقى نيفر وعلى فكره هارد دي لو مكتوبه هارد دي كنا خدناها 88 it is essential that the student not 30 minutes before the start of the exam من الضروري ان الطفل ياتي قبل الامتحان ب 30 دقيقه عايزك تفهم ان القاعده ديت بتقول لك ان بعد اتس اسينشال ذات لما نستخدم بعد اتس اسينشال نجيب بعدها كلمه ذات في الحاله دي لازم نجيب الفعل في المصدر دايما يبقى اتس اسينشال ذات ستودنت والمصدر اللي هو كم مش بس اسينشال، اتس اسينشال، اتس امبورتنت، اتس فايتال، اور ادفايس، الكلام ده كله بعد الماستر دايما ما دام في ذات. blood اي اوكسجين اراوند ذا بودي. الدم بينقل الاكسجين من مكان لمكان، يعني بينقله من الرئه للقلب الى الى يبقى دي اسمها ترانسبورت. ترانسبورت يعني ينقل. ذا public كان هيلب ذا بوليس تو فايت الشعب، ممكن يساعد البوليس علشان يحارب الـ crime الكرايم اللي هي الجريمه. طيب، رقم 91، I can, I came not an interesting article in the newspaper today. عايزك تعرف ان كلمة come across معناها يصادف فانت بتقولي انا صادفت تقريرا جميلا شيقا في الجريدة اليومي يبقى اسمها كيم اكروس اللي هي رقم بي لكن كم كروس معناها يعدي من قدام بيت I love to read a novels especially old ones by Agatha Christie انا بحب اقرأ القصص الايه خصوصا القصص اللي بتكتبها اجاسا تعال نشوف protective معناها وقائي ديتكتيف اللي هي البوليسي واكيد طبعا القصه البوليسيه اكتف نشيط وبريفنتيف معناها وقائي برضه زي بروتكتيف 93 بوليس ار سيرشينج فور ا تينيجر هوز بن فور فروم هوم فور 3 دايز البوليس بيدور على طفل ضايع او تائه فنقول هاز بن ميسينج او هاز جون ميسينج طيب 94 during the war اثناء الحرب he saw many of his كامرادز كامرادز اللي هم رفاقه هيز فريندز يعني او بيلز فول ان هو شاف اثناء الحرب مجموعه من اصدقائه بيسقطوا في المعركه اللي هي باتل كاتل دي اللي هي الغلايه الكهربائيه مثلا باتل دي زجاجه وبريتل دي معناها شاء هش او يعني ضعيف جدا طيب لما نقول مثلا بريتل بونز معناها العظام الهشه سهله تتكسر If the party loses, they... they may decide that they need a new leader. لو الحزب ده خسر الانتخابات الانتخابات هيدور على قائد تاني. On my way home في طريق للمنزل two guys were A with each other in the street both were injured وهم الاثنين أصيبوا يعني معنى كده ان انا شفت اتنين من الشباب في الشارع fighting بيتقاتلوا وعواروا بعض strange A from outer space من الفضاء الخارجي are the subject of most science fiction movies مخلوقات غريبة من الفضاء الخارجي هي المادة او هي محور الأفلام الأفلام الخيالية كلها طيب الكلمة مخلوقات بشريه مخلوقات غريبه يبقى نقول نقول سترينج بينجز وكان ممكن نقول سترينج كريتشرز طيب if you had any not at all you wouldn't ask such a stupid question في مصطلح عايزك تحفظه انت لما تقول واحد صاحبك بيسالك اسئله تافهه جدا فانت بتقول لو انت عندك ذره فهم مش هتسال السؤال ده لو عندك ذره فهم دي اسمها if you had any brains هو انت ما عندكش عقل يا جدع انت معناها كده واحد بيسالك ويقول لك واحنا عايشين على كوكب ايه فتقوله له if you have any brains you wouldn't ask such a question يعني وانت عندك اصلا يا ابني اي عقل اي دماغ لو انت عندك فكر ما كنتش سالتني the farmer has several large flocks of long haired a. الفلاح عنده قطيع من الغنم اللي شعرها طويل يبقى شيب طبعا انت عارف الاونيه شيب معناها رخيص وشيب اللي هي رقم سي سفينه ومعناها ينقل بسفينه شيت معناها آه ورقه او فرخ ورق يعني Our plane leaves at 5:30. الطيارة هتمشي الساعة 5:30. We should ان مدريد at 7 اي لازم نكون في مدريد الساعة 7 هنهبط في مدريد يبقى اسمها لاند لاند يعني اهبط بالطائرة هي نوت no, هو بيكون ايه ذات هي didnt get an invitation هو ما حدش عزم ولا عبروا لحفل زفافهم هي was لوكينج فورورد تو ات هو كان بنفسه يحضر الحفلة دي بس ما حدش عزمه عشان كده هي از ابسيت 102 اي اسكت هير وات واز نوت هير انا سالتها ما الذي يزعجك يبقى what was troubling here what was troubling here معناها ما الذي يحدث مشكله بالنسبه لها او ما الذي كان يزعجها i will come a and pick you if in half an hour انا بكلمك وانا واقف معاك بقول لك بص i will come back هاعود سوف اعود لاخذك while at college ايام ما كنا في الجامعه يعني او لما كان في الجامعه he had a young student from the southern طب ما تيجي تشوف الترجمة ادميت يعترف وديني ينكر وبي فريند يعني يصاحب وكلين ينظف طبعا بيقول لك ايام ما كان في الجامعة هو صادق طالبا او زميلا له من السودان وخد بالك ان السودان دايما بناخد قبلها ذا after, my.. after many years in prison بعد سنوات طويلة قضاها في السجن the men were finally of the crime الناس دول تم تبرئتهم من الجريمة يبرئ اسمها كلير اب وكلير اب برضه معناها ينظف <applause> His parents won't allow him to stay out. Not. تعال لما نترجم الكلمات دول. كلمة ليت لو هي معناها متأخر. طيب ليتست أحدث. ليتر التاني من بين اتنين لو انت فاكر المثال اللي قلت لك عليه قبل كده انت شايل في ايدك قلم احمر وقلم ازرق فبقول لك اديني قلم فبتديني الاحمر اقول لك نو نو جيف مي ذا ليتر اديني التاني انا خدت كلمه ليتر لانهم قلمين اتنين بس طب ليتلي معناها فيما بعد او مؤخرا انت بتقول بقى ان بابا ومامته لا يسمحون له ان يبقى في الخارج آه متأخرا اللي هي وانتبه ان كلمه ليت دي صفه وظرف طيب هي بريتند هي بريزنتد تو سولوشنز قدم لنا حلين اثنين ذا ليتر الحل الثاني سيمد ماتش بيتر الحل الثاني بدا افضل من الحل الاولاني فعشان كده خدنا ذا ليتر هاف يو ميت ذا مانجر نوت هو انت هل قابلت المدير مؤخرا يبقى ليتلي ولاحظ ان ليتلي كلمه من كلمات المضارع التام وانت شايف قدامك في الجمله مضارع تام فهي ليتلي she always wears the fashions هي بتلبس احدث الموضه يبقى the latest fashion وبنقول the latest news احدث الاخبار a lot of, of houses uh, had metal a منازل كتير جدا فيهم ايه معدنيه اكيد metal bars قطبان معدنيه across the windows يعني مركبين حديد على الشباك the situation is extremely dangerous الموقف هنا خطير جدا السنيمز بتاعه كلمه dangerous هم مين ومين تعال نشوف Respectable محترم serious جد جاد أو خطير. Considerable يعني يعتبر له Hazards معناها خطير وبرستد وبرس معناها مضغوط طبعا Hazards وSerious الجملة الأخيرة 112 The hotel is managed by two brothers الفندق ده بيديره اتنين من الإخوات كلمة مانج هنا معناها يدير وبرضه يدير معناها رن ومعناها دايركت إحنا ما تأكدناش هو عايز المعنى ولا عايز الضد ذا سيم مينينج أه يبقى نفس المعنى يبقى إحنا كده ماشيين صح خلصنا كدة يا شباب ال 112 جملة اللي على كلمات الوحدة ال 12 فى مواعيد الفيديو بتاع القواعد هينزل اتمنى انك متعديش فيديو غير لما تكون مظبطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته